التهاب الزائدة الدودية في الأطفال واستئصالها هي أشهر عملية جراحية طارئة في الأطفال. والحقيقة إن القصة دي بتعتمد على إننا نعرف الأول هي إيه الزائدة الدودية. الزائدة الدودية هي عبارة عن جزء من القولون لكنه رفيع جدا وشبه الدودة طالع من القولون الصاعد. إزاي أشك كأم أو كأب لا قدر الله إن ابني أو بنتي عندها التهاب في الزائدة الدودية؟ ده بيعتمد على 3 عوامل. رقم 1 المغص أو الوجع في البطن، بيبتدي في كل البطن وبعدين بيتركز على الجانب الأيمن السفلي. رقم 2 بيبقى الطفل ما عندوش نفس خالص إن هو ياكل. رقم 3 بيبقى حاسس إن هو عايز يرجع حتى لو ما رجعش. الكلام ده لو حصل في أي طفل لازم نتوجه لأكتر دكتور متخصص وهو دكتور جراحة الأطفال. لأن الصبر على القصة دي والإسراف والإفراط في المسكنات ممكن يؤدي لأعراض المضاعفات. وساعتها بنصعب جدا المهمة على دكتور جراحة الأطفال إنه يشخصها كزايدة. لأن المسكن بيخفي الألم. هل في تطور حصل في جراحة استئصال الزايدة في الأطفال؟ تطور رهيب. الحاجة اللي بتطمن أحب أقول لكم إن الزايدة دلوقتي بقت تتعمل بنسبة 90% بالمنظار. ودي حاجة تطمننا جدا لأن فتحات صغيرة، كاميرا في السرة، ونطلع الزايدة بسهولة جدا ومن غير أي فتح في البطن. وده بيخلي الطفل بعد 12 ساعة بس من إجراء جراحة يقوم ويلعب ويسلم علينا ويروح. في زايدة تانية في جسم الأطفال، زايدة مجهولة، إمضاء طبيب قديم جدا اسمه ماكل، العالم الجليل ماكل، هنعرف عنها المرة الجاية إن شاء الله. وإلى لقاء آخر.